بمشاركة مصرية اختتمت قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الأفريقي والأوروبي. الدورة السادسة من القمة الأفريقية الأوروبية كانت تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030. الرئيس السيسي ركز خلال مشاركته في القمة على مختلف الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول الأفريقية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. القمة تناولت أيضا ملف مواجهة وباء كورونا وأهمية الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال الجائحة، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصة ما يتعلق بإنتاج اللقاحات. يسعدني أن أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا مرنة المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية. إن وجودنا هنا اليوم هو انعكاس حقيقي لما يمكن للشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك. وتمثل القمة الأفريقية الأوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين إزاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في إطار من الشراكة والندية بين الجانبين. أهلا بكم من جديد. إذا كما تابعنا على مدار هذه الأخبار المتواصلة وهذا التقرير الموجز الأخير، فإن القمة الإفريقية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل ركزت على مجموعة من المحاور، منها التنمية المستدامة، مواجهة التغيرات المناخية، مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وكذلك العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط أو القارتين الأوروبية والإفريقية. اليوم نناقش هذا الموضوع من عدة زوايا متعددة، في مقدمتها طبعا الجانب الاقتصادي مع الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة العلاقات الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. دكتور، أولا يعني كيف ترى هذه القمة بهذا الشكل الموسع بمشاركة نحو 50 من قادة دول إفريقيا وأوروبا، وكذلك هذه الروح الطموحة التي تابعناها جميعا من القادة خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية؟ طبعا هو شعار القمة دي، القمة السادسة أو ده الدورة السادسة للقمة، القمة الأوروبية الأفريقية. نعم. وهي بتنعقد المرة دي تحت رؤية، نحو رؤية مشتركة حتى عام 2030. هو ده القايمة عليه هذه القمة، القمة السادسة. وزي ما حضرتك قلت في حوالي 50 دولة مشتركة فيها، معظم رؤساء الدول مشتركين. بيعطي الأهمية الكبرى لهذا الموضوع. احنا لازم نقول هنا ان طبعا افريقيا اصبحت يعني محط انذار كل الدول العالمية النهاردة. والنهاردة من رأي دول زي الصين او الهند او دول اخرى مركزة تركيزا كبيرا على افريقيا. الدور الاوروبي في افريقيا والدور الغربي عامة في افريقيا، كان سواء كان اوروبي او امريكا وكده، كان انحصر الى حد كبير مقابل زيادة النفوذ الصيني والهندي المتصاعد الدول في داخل القارة الافريقية. وبالتالي كان حان الوقت ان هما اوروبا لازم تبتدي فعلا تتعاون وتحترم الدول الأفريقية وتتعامل معها من منطلق إنها شريك بنفس، على يعني شريك متوازن معها، ما فيش فرق بين الاثنين. لا تتعامل مع أفريقيا كدولة دول درجة تانية أو كدولة كانت زمان مستعمرة، كثير من الدول الأوروبية كانوا مستعمرين طبعا. يعني صارت العلاقة قائمة على المشاركة، على الاحترام المتبادل، ده أساس. لأن إذا كان غير كده طبعا هيبقى الموقف صعب، لأن طبعا أنت النهاردة
في مشاكل كثيرة، مشكلة الهجرة غير الشرعية اللي بتطلع من أفريقيا، في جزء كبير منها بيطلع من أفريقيا وبيطلع منين على أوروبا، في الجزء الإرهابي خصوصا دول الساحل برضه بقت منطقة فيها بؤرة كبيرة للإرهاب، وفي كثير من دول أوروبا بتعاني هناك من هذه المشكلة. موضوع طبعا التغير المناخي طبعا ودور أفريقيا في هذا الموضوع طبعا من الأمور المهمة جدا اللي بتطرح في مثل هذا المؤتمر أو هذه القمة. فطبعا فأنا بقول إن أوروبا بتحاول تستعيد دورها داخل القارة الأفريقية بوجود هذه القمة. لكن الناحية التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، إلى أي مدى ترى حضرتك أن هذه القمة عبرت بطموح وبرؤية جديدة عن علاقة جديدة يمكن أن تنبثق من خلال هذه القمة على مدى السنوات الثمانية القادمة من الآن وحتى 2030؟ هو طبعا أوروبا ورئيس حد أوروبا قال لك أن احنا عاوزين نزيد من استثماراتنا ودعمنا المالي في أفريقيا في المرحلة القادمة حتى 2030، ونعمل خلال طبعا تنمية مستدامة مبنية على مبادئ الاستدامة بتاع الخاصة بالأمم المتحدة. وبالتالي طبعا مفروض أن تواجه الكثير من الاستثمارات في أفريقيا في المرحلة القادمة من أوروبا. ومن ضمن أهم الحاجات اللي اتفقوا عليها مؤخرا مثلا موضوع اللقاح، اللقاح اللي هو بالنسبة للكورونا، فحصل مباحثات ونوع من التبادل العلمي بين فرنسا وجنوب أفريقيا، والخروج بالآخر بتكنولوجيا لنقل تكنولوجيا صناعة اللقاح في الدول الأفريقية، لأن أفريقيا عانت كثيرا من عدم توفر اللقاح بالكميات المناسبة، حتى نسبة الملقحين لا تتناسب مع عدد السكان. نسبة قليلة جدا طبعا. فالنهاردة طبعا في حوالي 6 دول أفريقية من ضمنهم مصر هم هيتنقل لهم تكنولوجيا تصنيع اللقاح وتوزيعها على الدول الأفريقية، فدي أحد القرارات المهمة جدا يعني في مثل هذا يعني في هذا الوقت النهاردة طبعا مع انتشار هذا الوباء. فطبعا مفروض أن أفريقيا يبقى لها نصيب جيد من اللقاح في العالم. مفروض أن النهاردة في أفريقيا أن مجرد النهاردة الدول الأوروبية تستثمر في أفريقيا في المواد الخام الأفريقية وليس مجرد استيراد مواد خام وترك القارة الأفريقية دون أي تنمية. وبالتالي طبعا ده بيؤثر على يعني هو الهجرة الغير شرعية بتيجي من إيه؟ بتيجي من الفقر. النهاردة أنت ما عندكش فرص عمل، ما فيش استثمار، ما فيش تنمية في الدول الأفريقية، بيخلي الناس تهاجر، يهاجروا فين؟ هيهاجروا أوروبا أقرب حاجة بالنسبة لهم. فطبعا من مصلحة أوروبا أن تساعد وتدعم أفريقيا اقتصاديا بأكبر يعني طاقة ممكنة. نعم. لأن ده هو والإرهاب برضه نتيجته هذا الفقر، وهو ده في الآخر دي نتيجة واضحة جدا للفقر الإرهاب. لكن والهجرة غير الشرعية. أوروبا تمد يدها لإفريقيا، هل هذا يرتبط بشروط معينة على قارة إفريقيا وخاصة على الدول الشمالية منها في مسألة الهجرة مثلا؟ لا، شروط معينة لا. ما النهارده يعني رئيس الاتحاد الافريقي في كلماته كده قال ان احنا ما بناخدش شروط، يعني افريقيا لن تقبل شروط في التعامل مع اوروبا، يعني عشان يبقوا واضحين من الاول، لا توجد شروط مسبقه للتعامل مع 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 افريقيا. وده طبعا نقطه انطلاق مهمه جدا. يعني لما نيجي نبص برضه لورشه التغير المناخي اللي كان رئيسها السيد رئيس السيسي، كان اهم شيء منها ان طبعا احنا عندنا مؤتمر مناخ في نوفمبر جاي في شرم الشيخ، مؤتمر عالمي المناخ التغير المناخي، وطبعا احنا بنمثل افريقيا في هذا المؤتمر. فطبعا هيبقى في قواعد وفي الزامات على الدول في العالم العالميه بالنسبه لتغير المناخ. بعض هذه الاشكال الرئيس قال ان لازم نصل الى قرارات عمليه ومتوازنه، ونحصل على الدعم من اوروبا لتنفيذ هذه، لان طبعا افريقيا لوحدها ما تقدرش تنفذ كل هذه الالتزامات مره واحده، لان عندهاش الامكانيات لذلك. ده موضوع مهم جدا، تغير المناخ، وبما ان مصر هي اللي هتقود افريقيا في خلال المؤتمر القادم، فده من ضمن الامور المهمه جدا ان يحصل نوع من كتير ممكن احنا كمصريين نقود افريقيا في هذا الموضوع. نعم. لان التجمعات الاقتصاديه الافريقيه هل عليها مسؤولية في رأي حضرتك في السنوات القادمة بحيث تتطور وتنمي العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية ومن ثم بين إفريقيا وأوروبا؟
طبعا هو بس بدنا اقول حضرتك هو في تجمعات افريقيه زي الكوميسا اللي احنا بنرقصها خلال الثلاث سنوات القادمين، وفي السادك، وفي بتاع الاتفاقيه خاصه بغرب افريقيا، دول كلهم تجمعات موجوده. ولكن افريقيا الحره دي دي اللي هتبقى في الاخر شامله كل الدول الافريقيه، فهي دي في الاخر هي المفروض تبقى الاداء اللي احنا هنتعامل من خلاله داخل افريقيا. يعني الهدف الثاني بتاعها انك تخلق سوق افريقي واحد زي السوق الاوروبيه المشتركه، وتخلق عمله واحده وتداول كذا، وتسهل التداول بين الدول. فاحنا التجمعات الافريقيه كانت خطوه اولى، التجمعات الاقتصاديه النهايه بتاعتها هي اتفاق التجاره الافريقيه الحره. يعني فطبعا احنا عندنا دوله الكوميسا، احنا الكوميسا مثلا 21 دوله، دي مثلا دي تشمل حوالي نص سكان افريقيا، حوالي 600 مليون تقريبا يعني. دي المفروض نهتم بيها جدا، كيان ليس هينا طبعا يعني. واحنا بنرقصها خلال الثلاث سنين الجايين، فممكن مصر تلعب دور مهم جدا في زياده التبادل والتنميه ما بين دول الكوميسا وبعضها البعض. هذه المحاور المهمه كيف يمكن في راي حضرتك ان تحقق احد الاهداف التي ركزت عليها هذه القمه الاوروبيه الافريقيه، وهي مسألة إدماج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي؟ وطبيعي أنت النهاردة لما هتنفذ ما يسمى بالتنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية، أنت طبيعي بتدمج الاقتصاد الأفريقي داخل الاقتصاد العالمي، بيبقى جزء منه يعني. يعني أنت النهاردة يعني ليه بتعمل كل ده؟ عشان يبقى في الآخر بنشتغل كلنا من خلال معايير واحدة، معايير عالمية واحدة، وهدف ده التنمية المستدامة في الآخر. يعني أنا يعني هذا الهدف ليس إعادة هيمنة أوروبية على موارد إفريقيا؟ لا لا طبعا ما فيش خلام ده تغير، يعني ما تغير. وطبعا أفريقيا النهاردة مش زي أفريقيا من 30 سنة أو من 40 سنة أو من 50 سنة. ما قال لك الرئيس الاتحاد الأفريقي، قال إحنا نتعاون ونبذل كل شيء دون وضع شروط مسبقة. فلا الدنيا اتغيرت طبعا، أفريقيا مش بتاعت أفريقيا يعني. يعني احنا بنشوف افريقيا وبنزور افريقيا كثيرا، لا افريقيا تطورت جدا. يعني انت عندك قبل جائحه كورونا كان في 6 دول افريقيه من اعلى النمو في العالم، معدل النمو قبل جائحه كورونا. فيعني لا افريقيا النهارده صعب انك انت ترجع تقول يبقى الهيمنه او ما حدث في ايام الاستعمار وكده يرجع مره اخرى، لا. وعلى مستوى السياسات في راي حضرتك ما هو المطلوب من سياسات جديدة وقوانين جديدة بالنسبة للدول الإفريقية لتعيد صياغة علاقتها مع أوروبا من الناحية الاقتصادية؟ لا، هو الدول الأفريقية النهاردة من خلال الاتحاد الأفريقي مفروض، ومن خلال منظمة التجارة الأفريقية الحرة اللي هي التجارة الحرة، مفروض هي بتضع سياسات نهضة ونظم وقواعد بتنظم بيها العلاقة بينها وبين مثلا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. والاتحاد الاوروبي طبعا في داخل الاتحاد الاوروبي في يعني هيئات، واحده خاصه بالطاقه، واحده خاصه بالصناعه بالزراعه، دي كلها هيئات متخصصه داخل الاتحاد الاوروبي زي ما داخل الاتحاد الافريقي في نفس الشيء. فانت بتحط قواعد بتاعتك المفروض يبقى في تشاور واجتماعات مستمره، ولا ننتظر قمه، لا المفروض يبقى نبدا على طول في ما احنا بنقول احنا المفروض رؤيه مشتركه لحد 2030، ده اللي هو القمه السادسه بتقول كده. طب المفروض يبداوا فورا في هذا التعاون يعني. الامر يستلزم اعاده صياغه للتعليم ومناهج التعليم في افريقيا حتى تنشئ اجيال جديده يعني ذات فكر مختلف عن الاجيال السابقه. طبعا بص، من احد المشاكل الاساسيه في افريقيا هي التعليم. التعليم طبعا مشكله كبيره في افريقيا، طبعا حصل فيها في بعض الدول الافريقيه طبعا فيها التعليم تطور لحد كبير، يعني تطور مثلا عندك جنوب افريقيا فيها تعليم جيد النهارده، المغرب فيها تعليم جيد، بلد زي زيمبابوي نسبه الاميه فيها صفر مثلا يعني. مفيش كله يعني ففي دول افريقيه حصل فيها، وفي دول افريقيه متاخره في ناحيه التعليم يعني. والنهارده العالم بيتطور سريعا، وعشان تواكب هذا التطور لازم انك انت يعني تاخد ما يسمى حل سريع، لانك لو انتظرت فلازم يبقى عندك تدخل نظم تعليميه حديثه. يعني مثلا مصر شغاله في هذا المجال، مثلا مصر بنضع بتجيب جامعات عالميه تعمل في مصر، بتطور نظام التعليم بتاعها بحيث انه يواكب التطورات العالميه، فهو ده المفروض برضه يتنقل للدول الافريقيه.
يعني في نفس الشيء يعني. في رأي حضرتك دكتور شريف، كيف يمكن إعادة بناء الثقة بين الأفارقة أولا وبينهم وبين الأوروبيين ثانيا؟ لأن حضرتك تعلم أن العالم في السنوات الأخيرة يعني كان يموج بالأزمات والمتغيرات والتحديات التي أثرت بين إفريقيا وأوروبا. بص هقول لحضرتك حاجة، ما هو أصل بناء الثقة ده بناء بياخد يعني ده يعني من الطرفين، لازم من الطرفين يبقى في هذه الثقة. يعني إذا كان يعني إذا كان أوروبا بتقول عاوزين نقيم علاقات أفريقية مع أفريقيا على أساس الاحترام المتبادل، فلاجب أن نقيم علاقات أفريقية احترام متبادل على أرض الواقع وليس على مجرد كلام يعني. أوكي، فلازم يبقى في فعلا تشاور مستمر، في لقاءات مستمرة بين الطرفين، متابعة النتائج اللي هو يعني مش مجرد بس عملنا قمة وبعدين نستنى القمة السابعة ونشوف، لا مفروض في لجان متابعة لما ستأخذ القمة من قرارات، وهي انتهت النهاردة أعتقد القمة كان هذا آخر يوم، ويبقى في لجنة متابعة لهذا الموضوع عشان نتأكد فعلا أن في نوايا جيدة بين الطرفين. نعم. مجرد نعمل قمة وناخد قرارات وبعدين بعد كده نيجي كم سنة تاني ناخد القمة السابعة هنبص في نفس، لا هنا بقى هنا بيبان بقى ايه فعلا مدى احترام الطرفين او بالذات. نعم. الاوروبيين للجانب الافريقي. طيب اذا عدنا الى الجانب المصري تحديدا، ما هي رؤيه حضرتك لما ستسفر عنه هذه القمه من نتائج في تطوير علاقات مصر بالدول الاوروبيه؟ يعني نحن شهدنا على مدار الفتره الاخيره نشاط كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في عده اتجاهات، الصين، رئيس كوريا الجنوبية، ومباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا، وأيضا من قبلها إيطاليا، وغيرها من لقاءات، والآن قمة أوروبية إفريقية. كيف ستنعكس نتائج هذه القمة على علاقات مصر مع الدول الأوروبية؟ أنا أعتقد يعني لو الدول الأوروبية بتبص نظرة موضوعية لموضوع أفريقيا فلاج يعتبروا مصر نقطة ارتجاز للتعامل مع أفريقيا. يعني مصر النهارده المفروض تبقى هي نقطة الارتجاز الأساسية في التعامل مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، لأن مصر عندها الخبرة الكافية. النهارده علاقات مصر مع أفريقيا رجعت بقوة جدا، الرئيس السيسي رجع العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية، النهارده علاقاتنا رجعت بقوة جدا النهارده مع تقريبا كل الدول الأفريقية، لنا علاقات جيدة جدا معاها يعني. فبالتالي في ثقة كبيرة في إن الأفارقة في الدور المصري وممكن أن تقدمه مصر من دعم في مختلف المجالات. نعم. هنا بقى المفروض يبقى عندك بقى ايه، انا شايف كده ان في لو مصر تبقى نقطه الارتكاز اللي من خلالها اوروبا ممكن تعمل افريقيا هتسهل الطريق قوي، احسن من الاوروبيين يروحوا مباشره. في بعض الامور ممكن تتعاون مع مصر في نقل الخبرات ونقل التكنولوجيات المطلوبه وكده الى الجانب الافريقي. نعم. فهنا دور مصر ممكن يبقى دور اساسي في هذا الموضوع. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور شريف الجبلي، رئيس لجنه العلاقات الافريقيه باتحاد الصناعات المصريه وجمعيه رجال الاعمال المصريه. شكرا جزيلا. شكرا لفهم. شكرا. ومشاهدينا الكرام نشكركم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج من القاهرة، تحياتي وإلى اللقاء.